حابه اقول اذا معكم مشتركين بالقناه اشتركوا على الضغط على زر السبسكرايب الاحمر لانه هاي جايز كيفكم؟ ان شاء الله يكون اليوم واحد من اسعد ايام حياتكم. اشتقت لكم كثير عن جد اشتقت لكم كثير. اليوم الفيديو راح يكون اشياء غريبه تفعلها الامهات. هذا الفيديو للضحك بس، انا اكثر وحده بتحب امها، عن جد بحب امي وما فيني اعيش بدونها. قبل ما نبلش بالفيديو حابه اقول اذا ما كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا على الضغط على زر السبسكرايب الاحمر ويلا نبلش بالفيديو. لما تطلع من غرفتك، ياي طلعت من غرفتك؟ انت بتعيش هون؟ ما شاء الله شفنا وشه يا جماعه، شفنا وشه سفقوا سفقوا سفقوا. والله انا كنت مفكرتك ميته وخفت اجي على الغرفه، لانه اذا كنتي ميته عن جد بيتهموني انا بالجريمه، لانه انا اول وحده شفتك ميته، فليش انا بدي انسجن بسببك؟ موتي عادي. بتعرفوا ليش انا بضلي قاعده بغرفتي؟ لانه لما بطلع لماما الا ماما بدي اطلع مع رفقاتي بتقلي شو؟ بدك تطلعي نظفتي المطبخ الحمام غرفتك نظفتي غرفتي كمان نظفتي الصالون ها؟ لكن ليش علبه الميه اللي حطيتها هنيك قبل يومين لساتها بمكانها؟ لما امك تشوف واحد عربي بالشارع، اذا انت من بلد وعايش ببلد ثاني احتمال كبير انه هذا الشيء يصير معك مع امك لما تطلعوا برا. خليني اعطيكم مثال، مثلا بتكون رايح على السينما وفي مكان بتنتظر فيه الفيلم يلي بدك تشوفه، لو تكون قاعد بامان الله بمكانك منتظر الفيلم تبعك مشان يبدا، وفجاه بيجي واحد يحكي عربي، وطبعا اكيد 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 نبى الحنان تنصدم وتقول واو عربي، وهون رح تبدا المحادثه بين نبى الحنان والشخص الغريب يلي رح يعرف تفاصيل حياتك بالخمس دقائق الجايه يلي بدك تنتظر فيها فيلمك مشان يبدا. نور وماما ووليد طلعوا وانا عم صور واكتشفت انه راحوا ياكلوا سوشي. كيف بيخونوني هيك؟ ما هي القصه الحزينه. المهم خلينا نكمل تصوير هلا. بتكون قاعد بامان وسلام عم تعمل شيء مهم، مثلا خلينا نقول عم تعمل واجبك، هذا الشيء مهم، اوكي مهم، هي العمليه ما بتصير الا بالاوقات المهمه، وامك تنادي لك، بتقول لها نعم ماما، بتضل بتناديك، ما بتقول لك شو بدها، بتناديك، بتقول لها نعم ماما، بتضل تناديك، وبتضل هي الحاله لشي كم دقيقه لحتى انت تستسلم وتقوم وتفتح الباب وتقول لها نعم ماما، بتقول لك تعال هون، بتقول لها لحظه ماما بس خليني اكمل الواجب وانزل لك، بتقول لك لا انزل هلا، حتى لو كان في قاتل مأجور بغرفتك، انت عم تحاول تهرب منه وامك بتنادي لك بتقول لها نعم ماما نعم ماما نعم ماما، وبتضل هي تنادي لك، القاتل المأجور بمل وبيقول لك روح شوف شو بدها امك وارجع مشان قاتلك، بتروح لها وبتقول لك اتصلي بستك اتصلي بستك، يعني عن جد ماما علمتك كيف تتصلي بستي شي مليون مرة. في اشياء لازم الامهات تعرف فيها، في شغلتين بهي الحياة الام ما فيها تقاومهم، التليفون والمسلسلات على التلفزيون. نجحت بالامتحان، طيب؟ بتروح تقول لامك وهي قاعدة على التلفزيون او على الموبايل بتقول لها ماما نجحت بالامتحان جبت 100%. اوكي اوكي. تقول لها ماما بدي اطلع مع رفقاتي، بدل ما تقعد معي وتسليني او تنظف او تدرس، تروح تطلع مع رفقاتك اللي عم ياخذوك بعيد عن امك؟ طيب ماما قبل شوي اجيتك قلت لك ماما خليني اقعد جنبك، قلت لي روحي اندابي بغرفتك قبل ما اضربك كف طيرك على سور الصيني العظيم اهرس اسنانك فيه؟ ليش هيك ماما؟ ليش هيك؟ اذا معكم مشتركين بالقناه اشتركوا اوكي؟ اوكي جايز هذا كان الفيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وحبيتوه، اذا حبيتوا ما تنسوا تحطوا له لايك وحطوا هاشتاج القناه وحطوا رايكم تحت بالتعليقات لانه عن جد رايكم كثير بيهمني، وبحبكم من الامل والجوع. باي. هاي جايز كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا مناح ومبسوطين. نو هاي القديمة. باي جايز باي جايز باي جايز I love you. ها اوكي هاي جايز.